السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه النهاردة؟ ان شاء الله هنعمل مع بعض فطاير هشة وطرية جدا، عجينة غنية وشكل جديد. هنحشيها جبنة مع بعض ان شاء الله، هتبقى بالشكل اللي احنا شايفينه دوت. عجينة ناجحة جدا، مورقة وهشة قطنية جدا، ان شاء الله النتيجة بتاعتها تعجبكم. تابعوني لاخر الفيديو عشان نشوف مع بعض وصفة النهاردة. ودلوقتي هنبتدي نجهز مع بعض ان شاء الله العجينة. نص كوباية مية دافية اول حاجة هنزل بيها، بعد كده نص كوباية من الحليب الدافي، هحط عليهم معلقة كبيرة من السكر، معلقة كبيرة من الخميرة، كمان معايا نص ملعقة صغيرة من الملح، دي ربع كوباية زيت نباتي، كمان هحط معلقة كبيرة من الزبدة الطرية. الزبدة زي ما قلنا بتدي نكهة حلوة للعجين وبتساعد في رفعه، لأن الزبدة فيها نسبة مية كبيرة. هبتدي أقلب المكونات دي كلها مع بعض عشان أدوب السكر والخميرة والملح في السوائل بتاعتي، وبعد كده هبتدي انزل الدقيق. معايا النهارده 3 كوبايات ونص كبار من الدقيق، هنزل بنص الدقيق واقلب شويه بالمعلقه لما العجينه مع السوائل. وبعد كده هاخد النص التاني من الدقيق انزل بيه واقلب شويه بالمعلقه، الم برضو العجينه بتاعتي مع بعض، وبعد كده هكمل عجن بإيدي زي ما احنا متعودين. طبعا ظبطت مقدار السوائل مع الدقيق بتخلي العجينة تظبط معاكي، متحتاجيش تزودي بعد كده دقيق او مية، لكن وارد طبعا انت تحتاجي تزودي شوية مية صغيرين او رش الدقيق، مفيش مشكلة. هلم العجينه مع بعض، اخدت تقريبا 7 دقايق عجن لغايه لما اخدت الشكل الناعم المتماسك اللي احنا شايفينه دوت. هحطها في البوله بتاعتي وابتدي اغطيها بكيس وفوطه مطبخ واسيبها في مكان دافي في المطبخ عشان تخمر لمده نص ساعه. دلوقتي هجهز الحشوه بتاعتي النهارده. معايا جبنه براميلي بالفلفل زي ما احنا شايفين، هبتدي احطها في بوله واجهزها عشان احشي بيها الفطاير بتاعتي النهارده. طبعا ممكن تستخدمي الحشوه دي باي نوع جبنه تاني تحبيه، مفيش اي مشكله، اي نوع جبنه هينفع وهيبقى لايق جدا على فطاير النهارده. Later. دلوقتي العجينه بتاعتي سبتها نص ساعه ارتاحت، حجمها الضعف زي ما احنا شايفين، هختبر التخمير بتاعها. عجينه هشه جدا وحلوه، هاخدها بقى على الرخامة بتاعتي وابتدي افردها. هحاول طبعا افردها على شكل مستطيل، افرد بالنشابة، افرد لغاية لما تاخد سمك تقريبا 4 ملي، مش عايزاها رفيعة ومش عايزاها تخينة. بعد كده هبتدي اساوي الاطراف بتاعتها بالسكينة عشان اعملها شكل مستطيل زي ما قلتلكم. ودلوقتي هبتدي اقطع العجينه بالسكينه، هقسمها لتمن قطع متساويه على شكل مستطيل زي ما احنا شايفين كده، وابتدي بالسكينه امسك قطع قطع واقطعها بالشكل اللي احنا شايفينه دوت. ده الشكل اللي لما الف الرول بتاعي دوت على الجبنه هيديني النتيجه اللي احنا شفناها في اول الفيديو. هقطع كل القطع مره واحده كده بسكينة زي ما احنا شايفين، طبعا انصحك تستخدمي سكينة تكون حامية عشان تقطع معاكي بسرعة وما تكرمش العجينة معاكي. طبعا مش هحتاجي كمان ترش دقيق على السطح قبل ما تفردي العجينة ولا حاجة، العجينة فيها نسبة دهون بتخليها ناعمة وما بتلزقش. دلوقتي هجيب الحشوة بتاعتي وابتدي احط معلقه من الجبنه على كل قطعه عجين، بحط في الجزء المقفول في بدايه المستطيل بتاعي زي ما احنا شايفين كده،
هوزع الجبنة على كل قطعة، ودلوقتي هبتدي ألف الفطاير بتاعتي. ألف طبعا من ناحية الجبنة بتاعتي لآخر المستطيل بالشكل دوت، وأكمل باقي الأجزاء بتاعتي كلها بنفس الطريقة. طريقة سهلة جدا في التجهيز زي ما احنا شايفين، ما بتاخدش وقت خالص ولا مجهود، لكن في الآخر هتدي النتيجة اللي شفناها في أول الفيديو. شكل الفطاير حلو قوي، شكلها حلو يفتح النفس، وشكل جديد ما عملناهوش قبل كده. هلف لغاية لما اخلص القطع بتاعتي كلها. طبعا الباقي من العجين اللي انا سويت بيه ده هاخده وهعيد تشكيله تاني، وابتدي ارص القطع بتاعتي في الصينية زي ما احنا شايفين. بعد ما خلصنا بسيب مسافة بين كل قطعة والتانية تقريبا 3 سنتي، عشان طبعا العجين حجمه هيزيد لما يدخل الفرن، مش هتفضل كده، فأراعي دوت عشان القطع بتاعتي متلزقش في بعض. بعد ما بخلص كده راس الصينية بسيب 10 دقايق ترتاح، وبعد كده بجيب بيضة أكسرها في بولة وأحط عليها نص معلقة من الفانيليا، وهقلبها كويس، وابتدي ألمع بيها سطح قطع الفطاير بتاعتي. البيض بيدي لمعة حلو قوي للمعجنات بتاعتي. كمان لما اكون هرش حبوب على وش الفطاير، البيض بيساعد ان البذور بتاعتي تمسك فيها، تلزق فيها كويس وما تقعش منها. هلمع القطع كلها بالفرشة زي ما احنا شايفين كده تلميع خفيفة، ودلوقتي هجيب بذور السمسم وابتدي ارشها على وش الفطاير بتاعتي. السمسم بيدي شكل حلو للمعجنات، كمان بيدي قيمة غذائية للقطعة بتاعتي. ودلوقتي الصينية بتاعتي جاهزة تدخل الفرن على درجة حرارة 200 لمدة 25 دقيقة، وده شكل الصينية بعد ما طلعت من الفرن. لونها ذهبي وحلو قوي، مستوية وهشة وحجمها زاد زي ما قلتلكو. فطاير طرية وهشة وناعمة جدا، نتيجة حلوة بمكونات سهلة وبسيطة متاحة عندك، وطريقة إعداد سهلة ما بتاخدش وقت. إن شاء الله تجربوها وتعجبكم. مستنية اشتراككم، مستنية اللايك والشير أرجوكم، محتاجة دعمكم عشان نفعل القناة مع بعض. جربوا الوصفة إن شاء الله تعجبكم، مستنية تعليقاتكم. جربوها، وألف هنا وشفا ليكم ولحبايبكم.